وتروح يا حبي يا غالي تركني مجروح تركني لحالي أنا من بعدك فقدت الوجود أنا من بعدك صبحت عود أنا من بعدك فقدت الوجود أنا من بعدك صبحت عود عود وما تروح يا حبي يا غالي تركني مجروح تركني لحالي. بتعرف الناس تلتقى فيي وبتقلي مثل كأنه منعرفها كتير منيح وبيجوا وبينطوا علي وبيغمروني وبصير لأن بيحضرونا كل يوم. انت يا زلمة زيت شي التقينا ما التقينا حكينا على التليفون ابو 10 دقايق بهالعشر دقايق كأني بعرفك من زمان وكأنه عشنا سوا وكأنه شربنا سوا وكأنه أكلنا سوا وكأنه مش معقول شعري على القلب. تسلم تسلم. أنا اليوم طلبت أن أشوفك واحد من برات لبنان بموريال تنحكي عنك تنحكي عن تاريخك تنحكي عن سفراتك تنحكي عن ولادك تنحكي عن حفلاتك وتنحكي بشخص بعمرك اللي أنت بتقرر تقلنا أي أو لا. صوتك مثل الجرس. تسلم. بطنطن عيوني. ولا غلطة. نرجع ريوايند. كيف قررت تبلش تغني؟ أول شيء من أنا وصغير كنت إذا بتسمع قصة زهار فوق على حالي كنت 6 7 8 سنين يقول لهم الأستاذ سمعوا لعبده كان بسمع قصة زهار صوتي رن. بعدين في وراثة بالعائلة يعني أنا عميت 3 الله يرحمهم كل واحد صوته أجمل من الثاني. جدي اسمه عبده كمان أبو سليمان موصوف. عمومتي 3 من أصل 6 أصواتهم حلوة. بالبيت امي صوتها حنون. بتجي وراثه. بعدين الوراثه الفن موهبه وعمل بدك تشتغل عليها، اذا ما اشتغلت عليها بتضلك صفر. بتضلك صفر. بعدين انا عامل لاهوت، عامل بلشت باللاهوت، كنت بدي اعمل خور هيك. دعوه شوي كانت ضعيفه، انقعدت بالعائله لانه انا كبير اخوتي، نحن 8 شباب، 8 ولاد، 5 شباب، 3 بنات، انا الكبير فيهم. يعني انا خوات بيي. امي المتعلمه، بيي ما كانش متعلم، بيعرفش يكتب بيعرفش ألف من البيت. إما علمته فات على بلدية عمل مراقب أشغال بلدية لحد 25 سنة فضل الوالدة. والدة تلميذ رهبات وحيدة لا أخت ولا خيت إلا أنتوا ولادي أنتوا أخوتي. أنت بتكون مثال لأخوتك. أنا هلأ عمري 74 و3 شهور مواليد 50 6 شباط. أنا ما بشرب لا قهوة ولا دخان ولا عرق ولا بيرة ولا ويسكي ولا شامبانيا ولا مبيد ولا أرجيلي فايتين تمه من وقت ما خلقت لهلا. واو. انا بعتقدش في حدا، ما بعرف اذا في حدا مثلي بالدنيا، بس انا هي ابيتيود عادي. وانا كنت اسمع كلمه امي فتره المراهقه كان في ام على راسي تقول لي انتبه انك بتكون مثال لاخوتك عبده ما تشرب لك جدك بضل سكران. اسمه عبده كان موصوف اسمه ابو سليمان. مره قلت له على سبيل هيك قلت له جدي حش تسكر بكره بتموت. قال لي مش فاضي موت. فورتي روي. مره كمان كان يزعل مثلا حدا يقول لي ضعان المسك بسوق البصل. قال له جدي شوي. قال لي انا مسك وضاع كله بصل. حلو. يحكي حكم كان مقلعجي. كان ربينا يعني ربينا تربيه تحت جوانح امه. انا بقول بالاساس هو البيت هو الام. انت ربيته بالحدد خلقته بالحدد. ايه نحن اولاد الحدد. نحن اول عائله جينا على الحديد. نحن بيت الجاموس. هي كانت اماره لبيت شهاب. اماره كانت معروفه وصاروا يجوا العيال. الحديد كبير كثير. وتعلمت بالمعهد الانطوني بالبدايه وكنت متفوق كتير. انا رجعت بفتره من الفترات علمت مات ماتيماتيك يعني شي 3 سنين اتعملت حقوق ما كفيت وفتح سود الفن 73 بمعركه بالبيت لانه البي والام رفضوا. كان عمرك 23 سنه. كان عمري 23 سنه عدد اول سود الفن 73. اللي شجعني اكثر شيء اولاد مغدوشه. مع كل احترامي لهم بحبهم كتير لانه هن سبب اللي عرفوني على الله يرحمه رياض شراره وسمعني اللي نزال لعندي تقعطيك موالي قيله محمد غازي الله يرحمه بقول فيه حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة لو رضوا بالحجاب هانا ولكن منعوها يوم الرحيل الكلامة فتلفت ثم قلت لطيفي آهي لو زرت طيفها إلماما خصها بالسلام سرا وإلا منعوها لشكوتي أن تنامة. سيقة كتير نغمته كتير حلوة. وراء موشح يا وحيد الغيد يا وحيد يا وحيد كتير حلو الموشح وراها. ونزلت بس قبل ما انزل صار معركة بالبيت. امي وبي رفضوا. هلا بدي اطبقهم ما كش ازبط معي.
بيي بحب الاصوات الحلوه كثير وامي بتخاف علي. اللي بيي لك فنان لك قلت له بالاخر قلت له امي انا اذا مربي عاطل بطلع عاطل، اذا مربي منيح ضل منيح، هلا اتركيه نزلي ما تمنعي خليه ينزل واكثر. وبعدني لهلا انا يعني بتعجبوا الناس انه معقول عبد ياغا ما بيشرب شيء. هلا في منهم بيقول لك لا كيف معقول يا خي، اللي بيشوفني شربت شيء مطلع كيس او سيجاره بايده او حدا بيحكي عني هالقد كلمه بكون اكيد هو عم يحكي عم بيحمل ضميره. زياد كان يعوز يشرب عنين التعرق كمان يطلعوا الافكار ويطلعوا الاحساس، انت ما انك عايز. انا بشغل هيدا، بشغل هيدا وبسمع، بشغل مخ وبسمع وبقرا كثير. بتسمع بس عربي؟ لا بسمع كل شيء بس بتاثر بالعربي. سيد درويش، محمد عثمان، زكريا احمد، بعدين انت انا قعدت عملت باك سونت ويك تعملت فيه له يعني تسرد بالفرابي، ابن سينا، الغزالي، ابن رشد، ابن طفيل، اخوان صفا، افلاطون، سقراط، ارسطو طليس، خيري نعيمي، جبران، كنت اقرا لهم هودي. كنت بس ما بحياتي كتبت. سنه 80 كنت بالعراق، رحنا من قبل وزاره السياحه، رحت انا وطوني حنا الله يطول بعمره، عزار حبيب الله يرحمه، سامي كلارك الله يرحمه، أربعة كنا استلمنا كل واحد منطقة. بهون مرحلة من المراحل اللي بيجي معه موسيقية كلهم أرمن لسامي كلارك إلا شاب لبناني، بس الأرمن إجا عم بخبرني. وكان سامي قعد أنا وياه، سامي ما بغنى عربي كتير، علمته فوق النقل وقدو كلميات هو بغني بتعرف غربي يعني أكتر ما هو وشو الجريندايزر إيه جريندايزر وما فيش عنده كارد طون يعني ما بيعرف شيء بالشرق. عبدو نقعد نحفظ أوتيل نازلين كلنا. صرت اعطيه انا على المهم شوي. بيجي هون مره شاب ارمني معه بيقول لي بابا هذا سامي بيعمل غنيه لصدام. قلت له شو؟ عمل غنيه لصدام؟ قال لي ايه ابا وكل يوم بيجينا مصاري الله. طلعت كتبت وقتها صدام يا سيف العرب صدام اسمك من لحنت انا عم بكتبها وكانت البدايه وبلشت لحن من اغلبيه مثلا اه من قلبك اللي انا يلا الرسول يا صبايا عمل كتبت ولحنت كتبت ولحنت ايه هلا عندي هلا عندي بهذا الكتاب 74 اغنيه كلهم نشروا كله بعد ما نزلته هذا الكتاب بدي نزله ولا بدي نزله نزله وعطيته لحدا وانت لا 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 بعطيته لحدا بعد اعطيت بنتي هلا بالخبرك شو عاطي بريجيت شيء حلو كثير عمل لها مثلا في وحده بتقول له اخترتك صخره من مقلع حبيبي من بلد ثاني وبتمنى انك تسمع حكمه نطقها لساني الصخره ببلادي بتدمع حس فيها انساني ما عندي بحبك مطمع اوعى تخون الامانه بدعس على الصخره وبطلع الدم الفي اللبناني. واو. وحده ثانيه دبكي عمل اياها بتقول له بدك اتهنى بعمري وارتاح شوي بيت صغير عمر لي جوات المي بتنسيني تراب الارض نسبح بالطول والعرض بالمي بشوفك حدي تاكي خدك ع خدي ومنربي عيله صغيره ما بتعرف طعم الغيره انت شمسي وانت الفي انت قمري ونور الحي بيت صغير عمر لي جوات المي. كثير حلو. متعلم سحر السمكات بنتنقل بين الموجات بتغزل فيك وبسكر بتزوق طعم السكر شو هالعيش الهنيه حب وراحه وحنيه انت شمسي وانت الفي انت قمري ونور الحي بيت صغير عمر لي جوات المي. نزرع ارزتنا الخضره المي بتحلى من عطره بتفي علينا بتحنان هي صورة عن لبنان. طب حتى راحت على المي تتذكر لبنان اخذت معها شجرة الارز يعني شتلة وزرعتها بالمي تضل تتذكر لبنان. اغاني كلمات كله بلحن كلماته والحن لهم بدي اقول لهم معنى لانه وصلنا على محل حبيتك وحبيتني وحبيتك وحبيتني يعني كان وصلنا على محاصر الغنى خف من قيمته. في شيء اسمه السهل الممتنع اسلوب ابن المقفع انا على طول بستعمله. هلا بالطرب عندي كثير اشياء طربيه عندي اشعار عامل وحده تقول فيها خلقنا بمكان الغلط بذل واهرب تلينا بيناتنا الحب انفرط بكي ودم عينينا يا رب ضاع الوطن منا وصرنا بالكون تايهين دخيلك رد الغضب عنا ونحن للوطن راجعين رجع اولادنا الفلو بربوع الكاين حلو حقق حلم اطفالنا هن سند اوطاننا بقلوبهم زراع الحنان حفا مشي وعزلط ونحن بالاسم لبنان خلقنا بمكان الغلط من وراء بعض من الرجال السياسي يلي بهدلوا لبنان بهدلونا وتشتتنا بهالعالم كله مش حرام؟ اي والله عم ننقل من موضوع لموضوع. انا قلت لك بدي منك 3 ربع ساعة بعتقد بدي منك 6 ساعات فشوف شو بدك تعمل بدك جيب لك قهوة تجيب لك انا بعتقد انا وياك قاعدين حبيبي عبدو اي سنة انت بلشت تغني؟ 74
73 خلصنا رسمياً. بس بالبيت كنت توقف قدام المرايه وتقعد تغني؟ اكيد بقى، انا كانوا بالحي، كانوا مثلا رحلات عبدو ياغا اول واحد يغني، كل الرحله علي انا. وبالمدرسه كنت محط انظار، شو ما يلعب المدرسه انا البطل، انا بدي غني، انا مثلا بدي رتل، او انا بدي اقول. تعلمت نوت؟ لا ما بقرا نوت. وكيف وبتكتب وبتلحن ولا غلطه ولا فوس نوت ابدا؟ انا بيجي خبره خبريه عن النوت. عندي شاب كان يكتب لي الله يرحمه من عين الخروبه تحت بكفيه من بيت جميل، اسمه خزعل جميل، مدامته من عندنا من الحدب من بيت ديب. تعرفت عليه من اهم الادباء، من اهم الشعراء اللي بيكتب. كتب لي وحدي انا والناس، كتب لي غمامة صيف، كتب لي كذا اغنيه. غمامة صيف كتب لي اياها، بقوم بيطلبني وقت روميو تنغنيها بجرش. قلت له الكلام، قال لي كلام كتير حلو، لحنه. كنت انا محضر براس اللحن، لحنا وخلصنا. من بعد ما خلصنا قال لي بدي موال. قلت له ليش؟ قال لي لانه بهالفتره الله يرحمه صار له قصير، تتغير ثيابه بتطلع يعني التون تبعها كتير قصير، بدنا نطول شوي. هي الغنيه بتقول غمامه صيف ما ينفع نداها وتعبر الغيمه، رغيف الشوق ما يشبع قليل الملح يا ضيمه، زرعت الروح القاهم حصدت اهطي حصره، لبست جروح فرقاهن ويمنى تاكل اليسرى. قد ما نطرة قدام الباب وفرفك بإيده اليمين أكلت الشمال. قلت له بدي موال. بيكتب لي بقول ما الصيف غيمة تشذب شلون الحلق موعود، ما العيش غير بملح ما يعتدل طيبة، علي للروح بأمل هات الكريم يجود، سيان هذا العشق يأس ورجا وريبة، يا راسي ده الغيم ما طرع الغيوم معهود، وش فرق بين الوعد لو طال والخيبة، باشر يعيش الأمل والراس ضينا يعود، ويا فرحة العشق في عودة بعد غيبة. عبدو أنا نسيت شو أكلت امبارح، كيف بتحفظ هالقد؟ أنا عندي ميموري، عيب أحكي، أنا الحمد لله عندي ميموري مش موجود عند إنسان. أنا بوقف 10 ساعات على المثل ما بحط ورقة قدامي كلهم حافظهم كله. بصير مباراة يعني بيني وبين، ما أبدا ما بنسى شيء، ما بنسى، بحضر البروغرام براسي أكيد قبل ما غني. بعدين أنا بغني واسع كتير يعني، بغني كل شيء، قدود، مقامات، موشحات، سيد درويش، زكريا أحمد، شروقي، بغداد، معنا، عتيبة، بس منقيهم على الطبلية، مش أنا بكتبهم. العتيبة وهودي وشروقي بياخد أكتر شيء من الله طول بعمر موسى زغيب، أكتر شيء، لأنه هو عنده 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 ذكاء غريب الشكل، عنده مثلا القصة عنده مقدمة وعقدة وحل، لما تقول ديفينيشن طبعا القصة، القصة بتكون مقدمة وعقدة، هو بيستعملهم. وعلى طول بتلاقي في قفلة، يعني في مغزى، في معنى، بتصير متشوق تتوصل له. وصوتي بيساعدني لأنه قلت لك أنا ما بدخن ولا شيء، وأنا رياضي. يعني أنا اليوم هلأ ماشي 3 ساعات، هلأ عم استغل الظرف لأنه التأس حلو. قبل مش هكملناش نقدر نمشي من التأس، كثير كثير التأس بيضايق هون، وإذا بتعرق بتوقف بتنعطي بدغري هون. أنت ولبنان كيف؟ وطني حبيبي شو بحبك أنا، وطني حبيبي اشتقت لك أنا، الغربة صعبة علي كتير، عيوني عم تخفى بكير تشوفك بالحلم وطير. وطني حبيبي حبيبي شو بحبك أنا، وطني حبيبي عز وكرامي وصحوة وجدان، وطني حبيبي صبر وعزيمة وقوة إيمان، وطني حبيبي فخر وسلطني وصوت الفنان، وطني حبيبي نخوة وحياة، مش وطن تعبان، تعبان من هم الدني، مقهور ع فقر الفقير، مجروح من جشع الغني، زعلان ع وطن التعتير. وطني حبيبي حبيبي شو بحبك أنا. هذا لبنان. أنا وين ما كان أكتر شي بغني للبنان، من قلبي صباحك خير، من عيني مساك نور، حامل حب عجنح الطير يغمرنا لسنين ودهور. قالوا العالم وين الحب، صرخت بصوت اللي عنده قلب، قلب اللي بيشوف الأرزة بيعشق من أول غمزة. هذا هو يا لبنان، حب اللي خلاني إنسان، مهما أبرم مهما دور، من قلبي صباحك خير ومن عيني مساك نور لهالأرزة الحلوة. هذا عبده. أنت اضطريت تروح، اضطريت ترجع كندا، اضطريت تبرم العالم، بس ما بتنسى انت مين، ما بتنسى انت من وين، وما بتنسى بتحكي عن لبنان، عيونك عم بيضوا، عم بتدمع، قلبك عم بيرجف. واحد رغم كل صعوباته لبنان ما بنقدر ننساه، ما بنقدر نزعل منه. ما عم بقول لك شو يعني، امراض بتتاسف انه اللي مستلمين، البعض منهم مستلمين زمام الامور، ما من اهلها شيء وما عندهم ضمير لا وطني ولا انساني. هاي شغله كثير مهمه، عاملين مزرعه ويلا عم يسرقوا، بده ايده على الخرج، ما فرقين معهم، ما فرقين معهم. حتى في أشخاص بمركز المسؤولية
مليونيرية بدون ما نسمي بضياعهم مش عاملين شيء بدو يعملوا شيء للبنان بدون ما نسمي بضياعهم ما عم يعملوا شيء أو ببلدهم ما عم يعملوا شيء بدو يعملوا شيء للبنان في الله في آخرة لكن اللي بيعيش مع الله على الأرض بشوف الله بالآخرة هذا المبدأ اللي عندي أنا صح ولما بيمشي بخوف الله بدو يتكسر واللي بيقول لك ما في آخرة تركوا على الحاده تركوا رجعنا على رحنا على استوديو الفن ب 73 امك بيك غنيت اول غنيه رجعت على البيت خبرني الخبريه رجعت أول على البيت اول غنيه بكشف اول غنيه عملوا المعزوف رفيق حبايب الله يرحمه بدي غني وقتها حجبوها عن الرياح عملوا اللازمه الموسيقيه وقفل قلت انا شو بدي بروح على البيت بديش غني شو بدي بقى اشتغل قفل جبرت اطلع شن طلعت 20 ثانيه او 15 ثانيه ملكت اللعبه بقرب لي شاب بيقول لي ليك في شاب هون ما نكسر له راسه قلت له خي انا بجي كسر راسه حتى انا جاي يغني وكنت شو مرعوب بس الحمد لله كنت خلصت قلت له شو اسمك انت قال لي وليد توتانجي يلي هو وليد توفيق وانت قلت له انا عبدو ياغي قلت له منون بدنا نتحداه بهالمعنى هذا يعني قلنا عبد كريم يلي هو خي يعني عبد كريم بيغني من مطربين بس لانه هن في المنطقه وليد يعني ما وليد بعدين عبد الكريم نزلوه طوارئ عن البقاع كانت خلصت الشمال وما بحق له يشترك لانه محترف كان احنا هوات عبد الكريم كان اول شيء بجود بعدين مطرب معروف يعني عبد الكريم اكبر منا كان وليد يمكن اصغر مني بسنه اذا مش غلطان يا سنه ونص او سنتين او سنه ما بعرف لما تغنى عبد الكريم يعني عامل همس بيستعمل عنده حنكه عنده شغلات انا ما كنتش بعرفهم بعرف شو بفتح الصول من مفتاح الباب كنت بعدين صرنا نسال كل ما تيجي نغمه شو كيف بدي اقلب كذا 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 طلقت اللعبه كلها صرت يعني ما تاخذني حطيت ثقافتي بالفن تأستفيد كتر الأسئلة مثل ولد صغير بلش بالحكي أو بلش شوف الدنيا بصير يسأل أمه شو هذا شو هذا مثله أبدا مثل ولد صغير بالكونسيرفاتوار مضيان فت عملت ست شهور وبلش البرنامج بس كنت بالكونسيرفاتوار من أهم التلاميذ لأنه كنت آخذ موشحات زهراني المحبوب وصحته بجدا ويشاد الألحان وهالأشياء الحلوة يعني ست شهور كنت مبين يتسمع علي فارق خلص أنا الحلو فيي مش الحلو فيي الله عطيني يعني عندي قرار وعندي جواب وعندي قرار القرار وعندي جواب الجواب شفت كيف ومتمكن من صوته كله على التمرين بتصير تسأل وبتعرف بالنغمات هون الحلو فتنا بس الفن وقلعنا ركز علي الله يرحمه تيمون أسمر هلأ اللجنة انقسمت بتعرف لجنة كانت كبيرة زكي نصيف الله يرحمه عبد الغني الشعبين الله يرحمه كلهم مات ورمي لحود الله يرحمه نسيتهم كلهم كان في كذا شخص يعني اغلبيتهم توفوا حرام صار في صراع وبتعرف كانوا ست وست مكرر وكذا ايش مثل لبنان بقى طلعوني انا اخذت الميداليه الذهبيه مع 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 امتياز بالصوت وعبد الكريم الشعار ميداليه ذهبيه مع امتياز بالاداء يعني بغني حلو عبد الكريم انا حبيب قلبي عبد الكريم بحبه كثير انا تعلمت منه طلب منه وحركش فيه اسأله لأني خي مخضرم هو كان عتيق وأكبر منه هو سنان ومطرب محترف هو كان وما بحق له يشترك جيبوا روميو الله يرحمه صونيا بيروت الله يرحمه دانوا جيبوه كان صونيا تقدم البرنامج وهيك صار وبلشت 74 هلأ بلشني مين في روميو من كل اللي غنوا روميو من أنا إلا أنا اشتغلت أنا أول مسرحية اشتغلت أنا أول مرحومي سالب بس 75 سنقف كان معنا طوني حنا وجيب وقتها جورجينا رزق كان إلا 30 طالع عملك جميل كون إذا مش غلطان يمكن 72 هي طلعت واشتغلنا اول مسرحيه وشافني انه انا بدك تتعبوا بعدين انا اطلع على المسرح حافظ ادوار الكل يعني هيك شغله كثير مهمه لانه كنا نعمل بروفات او شيء اربع اشهر رايه ميزون سين على المسرح بكتب كل كلمه لبار وميو كان قوي كثير كان بالاخراج او كان بالنص وكان واغاني عندي انا يا ابو السواعد بدي العقد السوداء ما بتنحل ليلى يا ليلى بنت الناس كسروا الدين لهلا بدهم يغنيهم ما في ما اطلع على المسرح ما غنيهم يا ابو السواعد وبدي ولا ممكن وليلى يا ليلى والعقد السوداء ما فيك ما تغنيهم العالم بتحبهم يعني
وبيستعمل مثل ما قلت لك السهل الممتع يعني اسلوب ابن المقفع وبصيب العلام. اول ليله رحت على استوديو الفن قالوا لك عظيم قطعت اول مرحله. رجعت على البيت بيك امك بيك قال لك روح امك ما بدها اخواتك كيف عشتوا الجو بالبيت؟ خينا بيتخينا بنغني هلا لمن انا اقول لك كيف رجعت على البيت قدرت طلعت على البيت العالم هيك يطلع البرنامج كان الاحد سكر لبنان كله سيد الفن 1900 كان معروف يسكر لبنان انطوني مش عم بقرق بالحكي بعدين مش قدر امشي على الطريق انا ما بقدر امشي وين ما اروح ترجع على البيت الرز وال يعني بتعرف المعجبين والمعجبات وال وكان في وراي ام عم بتصلي وام حنونه وانا متاثر كثير بامي تقول لي انتوا اولادي انتوا اخوتي هالكلمه كثير اثرت فيه قليل الام اللي بتقول هيك لاولادها لان كانت وحيده اللي انتوا اولادي انتوا اخوتي انت كبير اخوتك تبع عبد الله والحمد لله حملت الامانه مره كان عندي حفله بمغدوشه قلت له بيي بدي اتاخر ما ينشغل بالك غنيت مطرح بيعطوني ظرف بيطلع فيه 10000 ليره كان حق الشقه بالحديد 7000 بوصال بنزلونا على الاوتوستراد بدون ما اسميه شخص مهم كان نايب وكان مسؤول كثير مهم وبطلع على البيت قال لي بيي شغلت لي قلت له بيي قلت لك احسن على بكره قلت له خذها قال لي شو ها قلت له ها من هاي وهاي منك لو ما انت بيي وامي برجوت ما طلعش صوت حلو يلا بلش بالعمار كان بيتنا عقدنا يعني اوضتين ودار ومطبخ وبلشت عم يعني بحكيك سنه ال 74 وبلشت الحمد لله كتر خير الله حافظت على النعمه اللي الله اعطيني اياها وانا بعتبر الفن حضاره واخلاق انا بغني اول شيء بغني وبفتخر ان انا لبناني عم بسبقك يمكن تسالني ليش طلعت بهذا البرنامج طلعت لانه كان لبنان اعتبرت انه لبنان انتهى لا بدي اقول له انه لبنان بعده موجود وانا لبناني وانا غنيت مع اهم مطربين بحلب ومن المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن مصر كل الدول العربيه كانوا معي ورايح كان عندي من الثقه بحالي لا لانه لفظ غير عنون قفلت الكلمه غير عنون سقفتي غير عنون عندي ثقه بلبنان لا بدي اقول انه لبنان موجود مشان هيك طلعت بالبرنامج انا ذا فويس واللي باللجنه رفقت انا شو اسمه اللي كان باللجنه اول شاب اللي برمله انا بفق لك على اسمه ملحم زين انا بحبه ملحم صوته رفيق بريجيت يعني هو طلع اول سنه ثاني سنه بريجيت وصار في قصه بينه وبينه يعني انا اول تعرفت عليه كان بالتلفزيون معين وبريجيت رايحه تغني كان عامله بريجيت 14 سنه قرب استاذ عبده هو قلت له شو اسمك قال لي ملحم زين قال لي بدي فيلم برامج في عجبني قلت له واحد فيلم كل طلع على التلفزيون هذا 10 سنين بالاذاعه لان صوره وصوت قال لي عم ونهار ما طلع هو طلعت وقتها كارازون وعطيه بعتقد طلعوا قبله لك اسم الله ملحم اخلاق وصوت حلو صوت كامل صوت حنون ربع فيه قال لي بدي غني لك وحده انا مناسب قلت له غنيها شو اسمك انت قال لي ملحم زين قلت له إيه لي الشرف وهيك تعرفت عليه يعني من وقتها وثاني سنه اشتركت برشيد وست نجوى كرم كمان شغل انا وياها كذا حفله يعني مره بتذكر كان عندنا حفله بالشمال اختلفت هي الاورجانيست تبعها قلت له قلت لها ما تعطلي الشم معي اورجانيست انا قبضاي اسمه موريس طويله يلي هو هلا اللي هو اللي شرق جيم والالكا الاورجات بايطاليا هلا هو مسؤول يمكن عن الصوت مع نانسي عجرم اذا مش غلطان وتعرفت عليه وقتها عامل انا وياه شي 4-5 حفلات يعني انا تفاجات باللجنه ما بعرف حدا لان مش هاي اللجنه اللي فحصتنا ما كنت عارف مين اللجنه لا 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 ما معي خبر وحيه ولادي ولا معي خبر لفت لجوا تفاجات نحن اللجنه اللي فحصتنا بالاوتيل بالحبتور ما بعرفهم اساتذه كونسرفاتوار ما مش مارقين علي ما بعرفهم فتت بس اني كانوا مبسوطين انه عبدو يغفت وما قلنات شيء لسيد وريع الله يرحمه انا عفو انا متأثر كثير بسيد وريع وريع بعيط لبنتي بنت خي قد ما بحبنا ورفقته برحله مهمه كثير بخبرك عنها شيء نهار هيك اذا في اون على التون اذا في معنا وقت وريع انا كثير متأثر فيه الله يرحمه سيد وريع واولاده واصحابي واولاده محترمين وفي شاب منهم عندهم والدين اسم الله عنده حفيدين بكره بتشوف من اهم مطربين لبناني بيطلعوا دول عربيه من اهم الاصوات ان شاء الله انه يعرفوا يشتغلوا بيون الحنون وهيك وبلشنا وصار الله صرت عرفت انا صرت غني حفلات خاصه كثير يعني وفي مهرجانات كان ياخذوني بالبدايه ال 74 اشتغلنا اكثر شغلنا اكثر شيء سيمون كان نشتغل اول مره قبضت 50 ليره
بتذكر ما بنساها 50 ليرة. كان بيي كل شهر يقبض 200 ليرة، ما بعرف إذا كان يقبض 200 ليرة، كان بالبلدية 50 ليرة. شو 50 ليرة؟ وبلشت الحمد لله. وأنا من الأشخاص، أنا بحب أسمع صوتي، أنا بحب أسمع حالي، بحب بتحدى حالي. هل عندي شيء أنا يمكن بيفرق في البعض؟ أغلبية يمكن عندهم إياه اللي بيغنوا طرب. أنا الموال بدك إيه، خذ النغمة اللي بدك إيه، اللي بديها النغمة بقول لك إيه. مثلا حافظ مثلا نغمة الثقة شروقي مثلا ثقة، بدك إيه رست بقوله رست، بدك إيه نهوان بقوله نهوان. تصور أي موال معروف بالسوق أو بتقوله العالم بنغمة معينة في يغير لك إيه 3-4 نغمات أنا قبل ما بلش فيه، يعني بلش فيه بنغمة. ليه؟ لأنه دينتي مشبعة بالموسيقى. حتى عندي قدرة إني طلع لك الموجة من البحر بالموسيقى واكسرها على شط البحر بالموسيقى. تصور بقى غمامة الصيف رحنا من لحنا عند الله يوجه له خير طون الشعك يلي بكون خير المرحوم جوزيف نمنم، رفيق وحبيب قلبي الله يرحمه جوزيف نمنم. يعني جوزيف كان كتير صديقي لأنه كنا نشتغل سوا وكان يدق عود الله يرحمه، ميت بكير الله يرحمه. بقى قلت له بدنا نلحن الغنية، قال شو فسر لي اياها، فسرت له اياها. قال لا لا لا، دورت العربية كان بعشقوت، من عشقوت بنزل على غسطة على الضيعة على عنش خيو عن جوزيف، رجعت قلت له نويت، قلت له نويت شو، قلت له نويت، قلت له يا بتمة. قال لي خذ العين عنك، كيف لحنتها؟ قلت له لأنك قلت لي مش هتلحنها، حطيت راسي فيها. أنا ما كنت اشتغلت فيها بعد يعني، وهيك البسمة على وجهي وما عم تروح. واسم الله عليك، عن جد اسم الله عليك، اسم الله على نشاطك، على حماسك، على اندفاعك. عيونك بيحكوا بيضووا، يعني أنا مبسوط فيك، أنت عم تحكي وأنا بتطلع بعيونك وعم باخد طاقة انرجي مني مش معقول. أيوه إن شاء الله ربنا يعطينا عمرك وحياتك وحماسك وضحكتك. بيطلع على بالك يعني واحد بيلتقى فيك بيطلع على بالك يدقك يغمرك يبوسك مش تسلم. معقول تسلم. أنا ماشي اليوم 3 ساعات على بكرة، كل يوم عم بمشي هيك تقريبا، ما حدا بيرافقني. أنا بروح على الصيد كنت بمشي 3 ساعات بالشهر بمشي، ما حدا بيرافقني. أنا وقت بروح على الصيد ما حدا بيرافقني، ما بدخن ولا بشرب قهوة ولا بشرب الكول ولا بشرب ارجيلة ولا في ايتين تمة. اكلتك المفضلة؟ بكره صحن الفاضي بس. حلو، معروف عني بس بعدنا عن الحر، ما بحب الحر. اذا في حر بالاكل اوكي، بس مش انه يكون مقبول، بس انه حر شيء هيك ما بيكون حر. طبخة اللبنانية المفضلة؟ قلت لك ما في، ما عندي انا، معروف عني ورق عنب، رز عدجاج، كبنية. لا لا، لوبي بزيت. شفت كيف بدك حكك شو محل بدك كل شيء. لوبي بزيت مع بصلة. ايوه لوبي بزيت يكون فيه انتون كمان. اكيد غير شكل. في عدة أكلات مثلا بالطبخ كمان المجذرة بحبها، بحب كل شيء الأكل اللبناني كله بحبه. مع سلطة ملفوف بحب أكتر شيء مثلا ملفوف بلحمة، شو اسمه بيقولوا له ملفوف مع رز ولحمة، ما بعرف شو بسموها النسوان. كل شيء بأكل، أنا بس بحب أكل من الطنجرة دائما، بحبش أنا مثلا بستغل الظرف. بحبش الأكل سخن كتير. أوكي. فترة بفتح الغطاء 1 2 3 4 5 6 7 إذا فقيت عبدو شو عم تعمل؟ بلا ماشي ماشي عبدو سكر الغطاء. هيك بحب أكل من الطنجرة، خاصة هيدا ورق العريش وهودي بتلفون هيك كانوا قاطع أو لحمة. لديو أمي بطون يعني 2. فترك عن البيت 3 أولاد؟ نعم. كلهم بغنوا؟ كلهم بحبوا شو بتعمل؟ كلهم بينتروك بالبيت؟ لك هلا هذا السؤال. لك يمكن انا في عاطفة قد 2000 قلب ام. انا بعرف حالي شو انا، في عاطفة قد 2000 قلب ام صدقني. نحن بالبيت 8 5 شباب و3 بنات، انا اخوتي انا مسؤول عنهم. ولادي بيي خلف انا ربي لليوم. لا الحمد لله هلا عملوا كيان وتظبطوا حالهم. بعلهم تلفن لهم يسألوا عنك، يسأل عنهم. إيه عندهم عبده بالدنيا. عندي خي اللي كان بأمريكا منصور بعيد ليش عبده؟ أستاذ بعيد أستاذ عبده. قلوا الخي طلعت عيد لهيك. اللي خي ما بقدر. ما قدر عيد لأنه أنا خدت وديته على أمريكا. كان هون بتعرف كان بالحرب وما الحرب وكان ولد. اللي من دبكوا ببعضهم هيك الأحزاب وهيك قال لي خي أنا بدي فل. تومك في القلعة أمريكا. كان عندي ابن عمه لبي اسمه أدوار الله يرحمه. حكيت معه قال لي جيبه بعته لعنده. نزلت عملت له نزل على السفارة، كانت سفارة بعد قبل ما يهدوها السفارة الأمريكانية عجنيح إذا مش غلطان، اللي عم بترجم لهيك للسفير أو للأنصل ما بعرف. قال له شو بقربك عبليه؟ قال له خيي. قال له خيك؟ قال له ايه طق عطيه بيزا منو الزلمة بعرفوش. راح على أمريكا قلت له خيي ما بتشتغل، درس
برمجة كمبيوتر كان دارج كتير ما اشتغل فيها. شو انه زبط حلو قاعد عند مرة ختيارة امريكانية قلت له منصور انا اذا فت على المأوى بتروح بتشق علي؟ قال له طالما انا عايش معك مش هتروح على المأوى انا بخدميك. وهيك صار بدك اشترى البيت منه وعملت له سعره فتحت شغل هوية فتح محل فيتامين وبيعنوا ايروبيك كمان اجسام بهوليود رجع فتح بماجيك ماونتن كمان محل تاني بالاخر تحت حط ناس صاروا يسرقوه بيعوا وعطيها حصتها للمرأة وركز هونيك عمل مصاري واجى على لبنان وبلش يعمر بلش يعمر راح له بالبنك هلا 7 مليون دولار بالبنوك قلت له خيي فداك ولاده اسم الله عنده فلتات امبارح بنته تقبرني ولدي جابت بنت عنده ابن بيشتغل بنيويورك وعنده ابن فلت من فلتات هلا عمل دكتوراه اسم الله اسمه زياد فلت من فلتات الدهر بلبنان وامريكا اسمه زياد وبفتخر فيه انا كثير ومنصور تعلم بالفرير علمته بالفرير انا وشاطر كثير ومنصور كمبيوتر كمبيوتر منصور اكثر شيء قريب لي بالفكر لانه اكثر واحد تعلم بالشباب عندي بيير خي اخر خي بيير كمان على امريكا بيير اسم الله صرفة قريح كمان اشتغل بيصلح برادات واير كونديشن كبار البرادات الكبيره وابضاي ابضاي هذا الوحيد ما زمت ما بدا ما صار على لبنان بس بيهتم باخته بيهتم بخياته شو بعوزه ما كمان انا وديته على امريكا اول شيء عمرت له كل واحد شقه وسك باسمه كل واحد شقه وسك باسمه عندي خي الاصغر مني اكثر مني بسنه سليم ميكانيك نمبر 1 وعندي خي اكبر من الصغير اسمه ابراهيم مارون اسمه ما اثنين بالمدرسه كانوا خي بكل صف عاد 4 سنين خي سليم بالاخر قالوا له بيتا اعطيه الطب او الكرسي خليه يخلوه معك على البيت شو بدي اشتغل له خي رحت على الميكانيك وكان يحرتي وبي كان مخرطجي كان بي يصلح مكنات الحياكه وكان كثير شاطر بهيك اخراطه ومخراطه وهيك بالاخر فات على البلديه بفضل امي علمته المهم الحمد لله عملوا حالهم اخوتي يعني زبطوا حالهم وعملت له كراج لخيي قلت له بعطيك كراج باسمك واسم خيك عشرة بتعلموا المصلحه ثلاث ابواب وهيك صار علموا لابراهيم والحمد لله وكثر خير اليوم العيال بال 2024 وبتطور الدنيا يلي من ميله منيحه واي اي وعم نتطور اللي بدك اياه ومن ميله العيله عم ترجع لورا كثير للاسف اليوم انت باللي تعلمته من اهلك يلي جمعوكم المحبه اللي بين بعضكم اللي بقيت ما انفصلتوا ولا طريقه هل 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 هالاحساس اللي بعدك بتحسه لاهلك شو بتعلم اليوم ام وبي تيحافظوا عائلتهم يسمعوا كلمه ام وبيهم هلا هذا الجيل هذا الجيل الجاي اللي جينا منه يعني جيل يلي هلا كثير الحريه انعطت ما عرفوا استعملوها هلا لما يكون في اصاله بالاساس بينخفش احنا اولاد انا ثلاث بنات عندي كانوا شخص واحد شخص واحد لا تعلموا مني انا شايفيني كيف انا حنون عليهم وكيف حنون على اخوتي وانا ما كنتش بفكر جوازت كبير كان عمري 37 سنه يعني جوازت والحمد لله ربيتهم وعلمتهم اهم شيء انك تربيهم وتعلمهم مش يلا حيلا خلفنا وكبينا واجاني بنات البنت غير الصبي الصبي هي ما فيش صبي طعمها بي وخبز مثل ما بيقولوا نادرا ما تلاقي شاب بتلاقي المربى ايه المربى بيسمع كلمه امه بيقدر يحافظ على هال على المؤسس اللي بده يفتل يعني كان بده يتجوز يعني وبنات الناس مش للعبه بس انا عندي خيات بعرف انا اذا صغري بيحكي كلمه مع اختي ما بعرف شو بتصرف يعني هذه مش وارده عندنا لانه كلنا عندنا خيات وبنعرف قيمه الاخت وبنعرف قيمه الام هالشغله كثير مهمه انا اولاد وقت كنت اروح على المدرسه الا للبنت بابا المعلمه مثل اميك والاستاذ مثل بيك هيك بدك تحترميهم والحمد لله اولادي انا ما كنت حطهم باوتوكار انا بوديهم انا بجيبهم امهم بتعلمهم وقت صفوا بعد صفوف عادي وشوي يقصوا علي ست انا يعني ساعدها شوي وبعدين صاروا هن يعلموا بعضهم يعني هن اهتموا بالصغيره ليا هي بالسعوديه تقبلنا هي زغطوره الي بيور كنديانه خلقانه بكندا هون ما خبرتنا عن مرتك وقفت حدك سافرت معك مرتي سهرت معك مرتي هي ايدي اليمين مرتي هي نص الثاني مرتي هي احساسي هي اللي خلتني حس بوجودي اكثر واللي عنده مره تتفهمه
لك انا ربطت كثير ورحت وجيت كثير وتعرفت على كثير ناس، تعرفت على كثير حواء اونتر بارونتيز يعني، وكان عندي معجبات كثير وكذا، بس كنت على طول ارجع لتربيتي. ولا مرتي بالصدفه التقيت فيها على بالكون روميو جولييت يعني، ايه بقى لفتت له نظره دغري، قلت له بونجور بكل جمر، مع انه كان مع بنت مديها بايدها، قلت بونجور وفاتت لجوا. طلعت عند شاب صاحبي بكون اخذ بنت عمتها بالصدفه. هلا صار الحديث، بتقوم بخبره مره صاحبي انا وياه جاوده بدق معي اكورديونيست الله يرحمه ميشيل نمنوم، بتقوم بتقول لي اسمها الست عايله نمنوم، بتقول لي شو كنت عم تعمل فوق بالحي؟ قلت لها وين وين؟ قلت لي بتقول لها بونجور للبنت، مش عارف انه هذا بيت خيي؟ شو عم تحكي؟ مين هي البنت؟ عارفين هلا؟ قلت لا 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 بتشيلي تحت بطك، انت عندك 100 معجبه ويا عايده يا تؤمريني وشو بدك بدك ايه؟ والله عرفتنا لا واكثر يعني. مرتي كانت سابقه عمرها، كمان هن 5 شباب وثلاث بنات، واخوالها 5 شباب وثلاث بنات. واو. بقى تعرفت عليها من اول ما شفتها يعني، اعجبت فيها وشو ما اسالها تجاوبني، شو ما ورصيني كثير وربت لهن تربيه صالحه الحمد لله كثر الله. وانا كنت سافر كثير، سافر كثير، هي كانت تهتم فيهم. بتذكر مره طلعت لقيتها عم بتعلمهم، عم بتعلم جيسيكا وبريجيت وجيسيكا، وعم بتعلم ليا جانفي فبراير مارس ابريل ماي جوان، تعلمها هن، كانت بالصف كان عمره شي 5 6 سنين، يطلع خدها احلى ما كب لك اياها على البلكون. عم تمزح، قلت له شو بك؟ قلت له ما عم تحفظ. عندي تابلو انا كتبت عليه، كتبتها بالفرنساوي ولحنت لها هن. قلت له بابا بقول جانفي فبراير مارس ابريل ماي جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، حفظتهم فيش 5 دقايق. قلت له روح سمعيهم لامك. راحت قلت له كيف علمتها؟ قلت له اسلوب. بدك اسلوب؟ انا استاذ مات، انا كان يجيبوني تلميذ المات ما بيعرفش شيء، بجمعه علمه، بجمعه لقطه يعني الباز، ما فيها شيء ماتيماتيك خاصه جيومتري. جيومتري بدك تحفظ ديفينيسيون طبعا، ميديان ميدياتيس هوتور بيستكتيس كل واحد وترسمها. مثلا شو الميدياتيس؟ سيلا دروات الوفي بير بوندك لون دون ميديان سيجمون، خي يرسمها بتعم تلفظها، يتعلموا ايزوستيت يونك اكوليترات، ما كله ماشي رسم يعني. علمت مات، علمت مات 3 سنين انا بالمدرسة، بالمدرسة بر يوحنا. أي صف؟ علمت من السيزيام للكاتريام. حلو. الباز يعني أهم شيء. بشرفك كنت غني لهم بالصف؟ لا بس أنا بيعرفوا إنه صوته حلو. لا هذه قبل ما أذن بسجل الفن، قبل أنت على سجل الفن. قبل. إيه. كنت أعمل بكالوريا بالليل بالمخلص. وبعدك حافظهم كلهم، بعدك اليوم فيك تعطي فيك تعطي كل ما. شو كان؟ ببقى من يومين دروان كنت كمان سألوني. عاد انا مين اي ولد باي صف بيقول لي كاتريان سينيوس كوسينيوس وكذا سينيوس كوسينيوس وتانجنت وش بدك استاذ ما والمات حلو انا كنت لا انت ارسم انا برسم برسم حلو انا اخذ رسمه وقتها طلبوا منا نرسم مزهريه بالمعهد الانطوني طلعت الاول كانت مزهريه كبيره هيك والا خيال كثير حلو فاست فورورد هلا عم نرجع على الماضي بس فاست فورورد وصلت انت نهار خبرنا الخبرية كيف صارت؟ طلع عبالك تشترك بدو فويس؟ حدا دقلك قالك دو فويس؟ ايه دقلك شفت البرنامج انا شفت البرنامج طبعا الصغار طبعا صغار لا الصغار عم شوفه بس مش عارف راح يعملوا الكبار شو عملوا الكبار؟ ايه اللي بده يكون فوق 60 انا كان عامله 71 انا كنت كان في واحد اكبر مني بست اشهر عم حسين صوته كتير حلو من المغرب بس يا اخي لفظه غنى بيضاء لا قدر ان يشوب صفاء كالياسمين نقاء وقال له يا عم حسين حدا مضيع عوانيته بالمطار مع شيء شعجبوا له عوانيت ما بيقشع هدي انا نزله انا على الاكل وطلعه حبيته كتير قد بلا صغره كتير هيك قال له عم حسين عم تلفظ غلط انا كنت غنيها كان عمري 24 25 سنه غنيها بالفوار فوار انكليز شغلت 7 سنين انا مرق مع الوصوف انا اعمل له عرسه لجورج انا غنيت له بعرسه لجورج واو مره رحت لعنده كنت انا وبريجيت مرقيه من هيك لحد بيته قلت لي بابا بابا جورج على البلكون بتقول صاحبك قلت له اطلع دورت ورجعت طلعت لعنده صريبك غمرني قال لي ليك شفت له بيك بيشتغل على حاله كلنا بنقعد بالبيوت نحن قلت له جورج انت بتعرف انا بشتغل فن على ذوق فيني هيك هوايه قال له عدي 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 وبلش يفرجيها شو عم بيعملوا كذا جورج صديق عزيز وبتاسف ل يعني حرام لموت ابنه منعزيه كمان مرتين دعانه حرام جورج فنان كبير جورج كل شيء بيغني انا حكيت كلمة عنه أقوى مطرب بالعالم العربي عنده مزير عنده الوحدة عنده الإيقاع
اقوى مطرب بالعالم العربي، بتحدى اي مطرب بيقدر يسيب الايقاع مثله، بتحدى بتطق على الدم تططق على الدم بيرجع قد ما يلعب وقد ما غريب. خي فل من البيت كان يضل يروح وين في موسيقى وين في حفله وين في يتحش حلو هيك، خبرني وخبرني كل يوم اقعد انا وياه كل يوم كل يوم كل يوم عم بشتغل بالفور سنتين. هون نهار كان خاطب مرته قال لي كلمه، قال لي مش راح بيجوزوني اياها، حكي كلمه ثقيله قلت له اختفى وهيك صار تلفن لي توفيق الشيخ الله يرحمه. قال لي تعال الاصغر تجوز لك يا شو عم تحكي يعني. يلا قال لي ما نعمل نصاره، كانوا 13 شخص بس عملوا نصاره بعرسه، كان عنده خيل يجي معه بس خيله كان هو ونحن يعني توفيق الشيخ ومرته وابو هيثم الله يرحمه مات كمان خيو لتوفيق الشيخ صاحب الفوار. وهيك صار واسم الله خلف ثلاث اولاد جانا على ذا فويس. جانا ذا فويس جيت بدي اقدم تقلك شو صار، شفت البرنامج انا تلفنت ردت علي بنت اسمها مريانا قطره ما بنسى بعرفها منيح، قلت لي بدي اشترك شوي بالبيت قيمتي برجيت لي كيف يا بي بدك تروح تشترك عمري كلهم تلاقي بي كلهم محترفين اول شيء 60 سنه وطلوع يعني ما فيش تحت 60 سنه. رجعت الفت الا بديش روح عرفتك هي مريانا كترة شو لك هنا يعرف مين عرفتك اكيد مريانا عرفتك اي الاسم عنده ما هو انا خبرتهم اكيد لا هن قدمون ما هن صار بدهم حدا من لبنان يقدم مين ما قدم ما عم ياخذوه ليش ما عم تاخذوا يعني بدك في طاقات مع حلبيه كل واحد صوته بكارثه شو الحلبيه بتعرف كيف بغنوا الحلبيه من اهم الاصوات وكلهم محترفين يعني كلهم ما في 60 سنه يعني ايش له عم بغني طار بحلب مش مثل لبنان رب السمع رب السمع شو بدك قلود ومقامات ومشحات وادوار ملا الكاسات واصل الغرام وكل المريحه واه يا حلو يا مسليني وبعث لي جواب شو بدي خبرك كل شيء في مصر من الحلو لان اغلبيه المغنى تبعهم هو كله مصر انتبهها هن عندهم بس يمكن اذا مش غلطان قدو كالمياس او شيء كله تراث مصري انا كتراث يعني المهم تلفنت لها قلت في زورك بالبيت هي مريانا كترة قلت لها اهلا وسهلا قلت لها ما قبلانين بالبيت انا ما بزعلهم اجيت ايش عرفتني بحب الحلو كثير جايبت لي صنيط بقليوه هالقد هيك قلت لها يا زعره يا ملعونه انت عارفه شو برضه انت جبتي لي حلو معك اعرض قلت انا بدي شيء منك اوراق قلت لهم شو متأمنين بلبنان؟ لبنان خلص هيك بلشت بالحكي قد ما ذكيه لبنان خلص نحن عبدو عم نطلعه بالبرنامج لانه ما عندناش اصوات يطلعوا يغنوا اجينا كذا ما بديش سمي مين قدم من المطربين بس ما بيقدروا يقلعوا مع الحلبية ومع عود المغاربي ومع قلت لك هذا عم حسين من اجمل الاصوات اسمعوا اشعوا قلت له هلا بنشوف وفلت رجعت انا حنت بريجيت علي قلت بي انا بروح معك بدي اروح معك العائله بنعدنا المره قلنا لها مره معلش ما في ناس هذا جيل كله ما بيعرفني وانا رايح كرمال لبنان انا شو لي طمع طبعا ما في نتيجه شيء بس بيعملوا غنيه يعني انا بدي غنيه ما انا عامل كاتب مليون غنيه ولك يا مره في هذا جيل كله بيعرفنيش قلت لي انت ما لك ليش ولا لك قديش صار عمرك بعد بدك تروح قلت لها ايه انا اللي بموت بوقف عشان غني انا الموت بوقف غني انتوا بتعرفيني انا وقت صوتي يروح حس حالي اني فقدت وجودي هي بتعرف مثلا شي مره قريب بحس حالي مش موجود بقول انا خلص يعني كاني متت رجعنا قلنا يعني انا عم نزلت معي برجيت وليا جيسيكا ما قبلت تنزل الثانيه اللي شفتها اللي هون ومرته نزلنا على البرنامج غنيت ما مش اتفاجأت باللجنة انا بس انت فتت قالوا لك يلا هلا بتفوت بتغني فتت. اربع كراسي شغل اربع كراسي باربين ظهره ما كان في جمهور ما كان في شيء بلا في جمهور شو لك يا غنيت هيك اذا مش غلطان ان العود التي في طرفها ابدا حبيبي على الدنيا اذا غبت وحشة بعتقد هيك من اول شيء باردون عند العيون التي في طرفها حور قتلنا برم دغري ملح مزين فجأت فيه انا عرفك دغري ما كفيت الجمله قلت لهم بالبيت اللي بيبرم من اول واحد بدي اروح معه ما بعرف مين اللجنه برم طلعت فجأت فيه وضحكني ومن قلبي وهيك ملح طيوب وانت ما تأس يعني ما 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 تغير شيء كفيت ايه كفيت لانه ما فيكش طيب هون هاللجنه بس قدامك
بس في ملايين عم تحضرك. كيف؟ هلا نحن بنسجل يمكن وقتها كانوا تسجيل بس احنا ما في تغلبطوا بيعدوا لك كانوا دايركت يعني كانوا ديركت عم وهيك صار رجع برامج الثاني والثالث والرابع برامج وبلشت تعرفت على الشباب ونحن ما بنسمع بعضنا من بعد ما خلصت من بعد ما خلصت اجوا لعندك قالوا لك بنعرفك وسمعناك وصوتك هلا هاني شكله ما بيعرفنا قال لي منين حضرتك قلت له انا عبد يغم من لبنان هلا في منهم زعلوا مني يا خي هاني شكله ما بيعرف انا مش رايح على مصر تما كشكزي رحت مرة كان بريجيت عندها 10 أيام تغني بمصر رحت معها بس كنا محصورين بأوتيل معين يعني غنيت 10 أيام وجيت أنا وياها بريجيت طلعش لبرا يا أنا معها أو إما معها ولا ممكن وهيك صار يعني ما بيعرفني الزلمة وأنا مش فايت على مصر يعني أنا مغني بمصر لا بالأوبرا ولا بمطرح ولا كيف كفت القصة؟ وبلشنا تعرفنا عليهم هن تفاجئوا الحلبية إنه أكتش سورية يعني أغلبيتهم عبدو ياغي بيعرفوني وانا بغني قدود ومقامات وكذا انا نقيهم على الطبق وبعدين حصلونا بالوقت انا عملت برازيت جوا قلت له انا دقيقتين ما بغني عمو انا دقيقتين قلت لي اعمل فويس اذا هول الكيتس كنت تعطون 3 دقايق نحن دقيقتين اذا بدي اعمل ليالي فيش اعمل ليالي ايه طيب نعطيكم 3 دقايق شو اعمل اعمل بروفا 3 دقايق وطول انا 3 دقايق ونص يروحوا علمتهم هيك للشباب قلت له اعملوا بروفا حصلوها بالوقت المعين بس انتوا عم تسجلوا خذ راحتك كم واحد كنتوا كلكم سوا؟ كنا 30 30 كنا 29 كنا 30 فل شاب ابن مطرب مهم كتير اخذ تكة قعد حامل شنطة قلت له وين رايح بعدين بحكيك شاب يعني بيو من اهم مطربين لبنان بالعالم كله يا عم روق قال لي بعدين بحكيك ما بعدش في سبب قال لي ما ارتحت لهم وكذا وكذا جابوا واحد مغربي جابوا واحد مغربي معهم رفقين 4 ونزلوا بأوتيل لوحده انا ما كنتش لبنان بالبيت هني كلهم كانوا نازلين بأوتيل لأنه أنا بدي يعني أطلع على المطرح على وين يسوع الملك كان تصويرها هونيك بالإم بي سي عندهم ما أنا ما نمتش بأوتيل وهيك صار بلقيت تتعرف عليهم وآخر بدمي في دار تسمع عليهم حكمنا ما قالوا كتير صرت تسمع عليهم شفتهم بغنوا كلهم بغنوا حلو بس في شيء ممتاز عبدو عنهم قيس صوت مثل البصمة ما فيش واحد بيشبه التاني بس انا بيميزني عنهم لفظي قفله الكلمه واضح صوتي نت في وضوح بصوتي هن لا مش كلهم يعني مثلا امراض بزحته انا ما بزحت هلا ما بيستخدم الامر الواحد انه مثلا انا بنتبه لا 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 كيف صارت الكومبيتيشن بالاخر اخر شيء اجى ملحم بدنا نغني كنت بغني سيد وديع رح حلفك بالغصن يا عصفور قلت له وين بدك تقولها قلت له على الصول قال لي على الصول كتير واطي قلت له اسمعوا هني ما بيتدخلوا اللجنة شو ما نغني نحن من نقى لأن كوني نقيت أنا ملحم من أنا رايح معه قال لي أستاذ عبدو بعيتش إلى أستاذ عبدو حرعت ليه متعينه قلت له رح ألفك بالخطة أنا وين بك تقولها هو بقولها هلا بقولك وين بقولها قلت له عصول قال لي عصول واطي قلت له اسمعوا قال لي حلو كتير فانش إلها على دورة مين فصول لا في أنا عملها على سيبي مول قلت له سيبي مول هو من هون بقوله وديع قلت على سيبي مول قال لي من هون قلت له من هون انت شوفها المع قال لي ايه قلت له بس القرار ما 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 مش حلو كتير بيطلع قال لي لا قول على سيبي مول لانه معك اصوات حلبيه ما هن صوتهم فرخه احنا طبقه بنت اغلبيتهم ما عندنا قرار هن قول على سيبي مول تيلمع صوتك اكثر كنا جربناها على ثلاث طبقات يعني على سول وعلى سيبي مول ولا على سيبي مول وهيك صار يعني كنت مبسوط كتير يعني و كان عندي من الأسئلة بحالة بالآخر طلعت بالنصيبي أنا هلأ شو صار وراحت الأيام وصار في شو غيرت لك بحياتك؟ غيرت لأول شيء أنه أنا حسيت كأني خلقت عن جديد حطيتك ثقة بحالك معلوم بوك. خلقت عن جديد بعدين يعني حسيت حالي هيك ذكرت كأنه عمري 18 سنة أو 20 كيف استديو الفن ب 23 سنة هيك حسيت وبعدين الحلو أنه أخذوا الغنية مني أنا كلمات وألحانة وعطوني حق حرام هلأ في عالم بربريت كتير علي أنا قلت لك ليش رحت كرمال أنا معلق بلبنان أنا ما بحب الغربة اللي بربر غار أكيد اللي بربر غار واللي بربر ما توخذني ما عنده ثقة بحاله وبلا أخلاق وبلا تربية وبلا وطنية أنا طلعت كرمال لبنان وإن ألح علي إنه عبده دخيل بهالمعنى هذا إنه عبده ما في عنا حدا منا حدا وإجا لبنانية بس مش مطربين معروفين اللي قدموا مش رح سميهم المطربين ما أخذوهم
فيش تعمل مقارنة بينهم وبين الأصوات اللي معنا. هذا المغربي صوته كتير حلو. بعد هذا الزلم اللي إجا مع عمر فئين كتير كويس بعد. صاروا شو قولك نزلونا بالباراشوت هربا طلعوا له عم روق يا عم عودوا الجماعة آخر هبون هو الام بي سي شو قولوا بتبرطلوا لشيء روقوا يا عم. صاروا خايفين منه غنى سمعته أنا غنى عادي. شو طلعت قصته؟ ماشي طار بدهم آخر شيء بالفينال طار كيف تلو شفته كانوا هن مرعوبين منه جايوا معه أربعة من رفقين ونزلوه بغير أوتيل وعطينه سويت وما بعرف شو بيغني عند الملك حسن الثاني بالمغرب. الفن بتنين وسبعين رجع تطور 73 رجع تطور أيام الحرب. واليوم الفن ما عارف كيف بدي أسألك هذا السؤال بس الفن اليوم بعده هو الفن اليوم منه فن ما نشتقل الكلمة نقول لك الفن منه فن هو فن بس مش فن ما في كلمة خيرت البعض لي. منهم البعض منهم عم بحافظوا على كل البعض منهم هلأ وين صار الشغل صار الشغل بالتوزيع كيف الأرمونية وكذا وكيف وهيك وبدك تحط الآلات بس ما في كلمة صار في ضجة أكتر سقفتنا ما فيها ضجة ما فيها 15 طبل وما فيها يا خي ما مش هيك بالبدء كانت الكلمة بتقوله. أنا بقول له أساس الكلمة هي بتوحي لك بالنغمة مثلا لك شو كاتب تقول وحدة منسيت حبك بقلبي أنا منسيت معلم بصدري وبالفكر غالي بكيوا عيوني ومن لوعتي كنت عميت طيفك حلو ما راح من بالي مجبور اقلب الصفحة وكل شي محيط تأكد عمي وشفت وجهك قبالي شو هالصورة عمي وضل يقشع قد ما بحبها إلك مالي هيدا من كلام هيدا هيدا حسجلها هلا بهالنزلة بيت رحبانه اشتغلت انت وياهم؟ اشتغلت انا وياهم ساعة وغنية ايه بالأردن كنت انا وقال المرحوم ملحم بركات كنت انا وياه بفرد أوضة نايمين بفرد أوضة الله يرحمه ايه اشتغلت معهم تقول لك شو صار رجعت تعرفت على منصور مرة تانية كمان رجعت طلعت وقتها طلب بريجيت هلا بخبرك عن قصة بريجيت بعدين تعرفت عليهم نزلت لعنده على المكتب بفرن الشباك اسمه شارع نسيت اسمه شارع معروف بك كثير لا 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 انت ما بتنسى ايه والله بس فرن الشباك فرن الشباك بدارو شارع بدارو عنده مكتب نزلنا طلبت سعر معين انا اخذت الحين من زياد اخذت من منصور وعاصي واخذت من الياس مجموعه يعني كنا عم نصور ساعة وغنية للتلفزيون الأردني عملنا حفلة كمان بمنطقة القصور بالقصر الملك حضرني الملك حسين الله يرحمه مدامته وإخوان كارلوس مدامته بنيت وقتها أنا وجوزيف عزار بعتقدوا ملحم بركات غنينا يعني كل واحد شيء تلت ساعة أو نص ساعة وضلنا أكيد هي أبار يعني أجارة وتعرفنا وقتها على الملك حسين كنت مبسوط أنه عم تعرف على الملك حسين تغني قدام منه اخوان كارلوس ما له علاقه بالعربي بس انه هز عمل هيك براسه انه اعمل هيك وهز شوي صغير المهم نزلت اتفقت انا وياه هون عم نحكي عن السعر بقول منصور بقوم منصور بعني على سعر معين قلت له انا لا بقوم بقول له عاصي الله يرحمه قال له منصور ما تزعل عبده شو بده يعطيه هيك وحياه ليدي وهيك صار ومنصور كان تعرفت عليه حبيته كتير وهيك طلعنا صورنا وقتها عدنا بيطلع شي شهر وجمعة صور بالصحراء ونصور بالتلفزيون وشي حلو كتير كنت أنا وملحم فرد أوضة أوضة كبيرة أوضة كبيرة هيك خبرة خبرية عن ملحم وعن كان معنا الله يرحمه رياض شرارة هون نهار جايين تلفنين أنا وياه قال لي بتباطح يا دب هو هيك قال له أنت دب دبب ولاد الحديد قلت له بك بطحني انا كنت انا بدق جراس وبشيل ايامات وبكابش وحش من الوحوش قلت له ملحم ويتين ونص قدامي انت بب 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 اف وفت على السجادة قرب اريح من مشح من القط وشبقته على التخت مرة تاني شبق قال لي دبب ولاد الحريق قلت له ما قلت لك بتبطحني ايش بدق جرس يعني. اليوم معلوم بتربع جرس بدق جرس بدق بفرد ايد انا ببرم مرة ظهر الحبل انا بدق هيك وباخذ من هون ما حدا بالعالم بدق علمني يا بيي بيي كان هي بدي اتعلمها بيي ما فيكش تفك لك ايدك بدوش يكون الجرس كتير قوي ما هو هو بدك تربعه تحت تي بدك تعطيه مساء يعني له معلميه انت جرس قبلن
بشبتك عم بدي ايه عم تحكي عن الجراس انت ايه مزبوط انا بدي فرقيد مش هيك انا بدي هيك قوه هيك صفة تقل جسمك كمان انا بدي هيك ما بتهز يعني هي ايدك اللي بتعمل كل الأصل هيك بدي ربع هون هيك مش هيك بربع بعدين انا بدي هيك انا بجيبه من هون انا بدقه وانا واقف ما بتحرك ما بشغل اجري واقف هيك بدقه هيك ما بشغل اجري على الارض بدي قوه بدي قوه ايه هاي خبريه ايه هلا انا بالكبيش بالحديث وكان رجيلي يعني بس انا الحمد لله بعطيك شيء لانه هو كبرنا بس بعدني قلت لك بالمشي بالرياضه بين بحالي برفقنا بالصيد انا شو حسيت او شو اجى على راسك ساعه قالوا لك انطوني عم بيجي يشوفك قلت انا في شيء اكله ما اشي مبين انه شيء فاضيين خلينا انا نزعوا لك صيتك انت وين ما بتروح سبحان الله بتلاقوا مش قلت لهم في واحد يا عمي واحد عم بيعاكسني كثير وهذا عم بخنقني على الاكل هم بيعرفون انه انا بحب بطني كثير قلت لك انا بكلاش قلت عن الفاضي معروف انا الوحيد بالعالم انا مثلا مره كنا بالاستراليا اخذنا شب صاحبنا ناكل عند ناس فيتناميه اكلنا شيء لحم طيب كثير معي شب اسمه كلود ابو نصار اللي وجهه الخير هذه بعد في لغه حمان قليل من بزبدين اذا بتعرف بزبدين اخذ ضيعه هذه بالمتن الجنوبي قبل ما تنزل وتطلع على على التين على المتن اكلنا ونحن نديك نكزني فؤاد صاحبنا اللي عزمنا قال لي ليك اشتري قالوا طيبين قالوا ايه قالوا اكلتوا لحم خنزير لحم جرادين وقالوا لحم جرادين وخوط لك علينا وصار بده يستفرغ وقبت واخذني يعني مش وما ضل معي وهو جايبني على الحفلات ثلاث حفلات بعد يومين حمل حلو فلنز على لبنان زعل كثير وصدق انه طعمنا لحم جرادين لحم جرادين عبده بعده لليوم بيعمل حفلات الحمد لله امبارح عملت حفله نهار الجمعه كان عندي حفله بعدك ماشي وبعدك مقلع وبعدك بتنطلب وبعد ناس بتجي وبعدك تبرم العالم خبرني اكثر خبرني شو عندك الصيفيه خبرني الصيفيه قلت لك نازل انا عندي كذا مهرجان بلبنان ومعروف انه انا لوني انا واسع يعني لوني كل شيء انا بغني قدود مقامات مشحات سيد درويش محمد عثمان شروقي بغداد معنا عتيبه كل شيء بغني يعني هذا الافونتاج اللي عندي بغني مصري بغني بس اكثر شيء بركز على اللبناني شفت كيف بحب اغاني اللبنانيه يعني عندي اغنيه انا عندي انا فوق 80 اغنيه ولا نزل عندي تسجيل كم سمعتك شيء منهم وعمل شيء لبرجيت ما نسجله كمان خبرنا عن برجيت ما حكيت عن برجيت برجيت صارت وحده قلعت وحده ايه الحمد لله برجيت بس يا خيي بتعرف انت الفن البنات اليوم برجيت بنت عبدو ياغي يعني عبدو ياغي ابن يوسف ياغي وبرجوت لبوس ياغي احنا في تربيه في تربيه ومسيحيه وصالحه اوكي ما نمشي بخوف الله شنو هيك برجيت يعني بنت البيت ما بتقلع بسرعة برجيت ما بتسافر مطرحها لوحدها يا أنا مع يا أمه لأنه أمي أنا مربيتنا تربية مسيحية صالحة أوكي ما نمشي بخوف الله قلت لك جملة أول شيء اللي بيمشي مع اللي بيعيش مع الله على الأرض بشوف الله بالآخرة إذا ما ناخد كل الأديان خد السلام على المسيح بتحسه الحياة المثالية للحياة المثلى يعني بتآمن فيها وما بتآمن شوف مسلك وكيف كان مع التلاميذ ومع الناس بتحس انه هالرسالة هايدي مقدسة واللي بيتبعها ما بيتعب بحياته ما بيتعب بالقليل بتنام ضميرك مرتاح وبتعرف شو عندك ما بتحمل ضميرك مش مثل بعض السياسيين عنا سرقوا لبنان ونهبوه ليك ملا خطة عملوها عم خبريش ليك كيف عملوا تتذكر اللي بلش اول شيء داين بالفايده بيت الصايغ دخلك بعين رمي تفوق على ايامك انت كنت صغير انت بعين الرمانه صايغ بكون خيله مدو ما تسميه خيله مين مطربه نهبوا العالم وسرقوهن وانكسروا في شو اخر اخذوا المصريات وماتت العالم بقرت العالم شو عملت الدوله طلعت الفايده على اللبناني كل ما عود دولار شو عمل صرفون ونغش واللي بدوش يصرف ما صرفهم وحطوهم بالبنوك شو اجوا اشوهم من البنوك وصرفهم يعني يا محلى الصايغ بحياتك سمعت دولة بتكسر شعبها بتسرق شعبها ما صارتش هاي بالتاريخ العالم ما صارت هاي بكرة التاريخ بيخبرنا الحقيقة الحقيقة ما واضحة شو بدوني لكن يطلع السلامي شو كان يقول خيي الليرة بخير إلا لمرت تطلع فيه
طلع بيديني عم بكذب طلع بيديني عم بكذب اسمعنا على شوي لا بدي اقول لك وين صرنا وين الليره ليه الليره هلا اليوم يا عيب الشوم دعان هالتراب فيهم عبدو بدنا نجيب ناس على الحفلات اسمعني شوي قول. سألتك سؤالين ما جاوبنا عليهم أول شيء حفلاتك هالصيفية وين بسافر أي بلدين كم حفلة عندك أعطيني الحماس للي عندي هلا حفلة بتورونتو شهر الجاي ناس أصحابي بحبوني كتير وسميعة وعندي نازل بثماني الشهر بثماني تموز بتسعة بكون تحت عندي أول حفلة بكف الملول عندي حفلة بزغرطة عندي حفلة بإهدين عندي حفلة هالصيفية هالصيفية يعني الناس عم بتراهن عليها ولبنان مش رح يمشي حاله هالصيفية بدها تكون ولعانة ان شاء الله انه بها الله روق الحالة بيننا روق الحالة وعندي بمغدوشة عندي بدومة هو اكتر تسميعة بدومة بغنينه خمس ساعات هوني خمس ساعات وبرجع بنزل على الطاولة بنقعد من بعد ما نخلص نرجع مرندح ساعة على الطاولة خمس ساعات بدومة بغنى واو كان جاي اسألك قديش بتوقف على المسرح بوقف 10 ساعات انا بنهزش بس حط لنا مي بس بديش الا مي بس ماي. ما بتاكل ابدا مي وبتضلك ساكت ونهار بدي غني انا ما بتغدى بتغني مع اوركستر او بتغني مع لا مع مسجل مع فرق حسب اذا مهرجان مع بوركاست مع لازم تكون معود عليه او دغري بيختغل عندي 3 4 اورجانيست يعني بدقوا حلوين كلهم بدقوا حلو عندي فرقك بحلوه حسب هني حسب المهرجان بيحمل المهرجان بكبر الفرقه طيب عبدو مكفى انت قلت لي من حدد بس انت قبل من وين ما حكينا لا انا من الحدد من الحدد اصلا اصل نحن عوائري من العقوره الاصل بس نحن حدد اول عائله جينا على الحدد كنت انا بدي بلش الحديث هلا برجع من كفى عم بيجي بس كنت احكي طلعت مره على كفرشيما خبرني وقف هيك الابونا وقف على الدير تبع كفرشيما فوق وطلع قال لي يا انطوني كان في اكثر من 700 الف شجره هون ما كان في مطار ما كان في ضاحيه ما كان في شيء كان على مد العين شجر الزيتون زيتون على الايه انا كنت اروح للمزق من هونيك خبرنا عن الحدد حدد بالطفوله ب 23 سنه 24 سنه الحدد للاسف الحدد كنت كلها حامض وليمون وزريعه وكذا كنت بتضيعه ايه اسمه ضيعه نحن بعيط انا بعيط للضيعه بعد بعيط للضيعه الحدد كبير كتير يعني ببوليفار كم يشمو كله توصلك فرشيما كله هذا كان كله مزروع كله ليمون ومشمش وخوخ وخضره اللي بدك الباذنجان الكوسه الخيار كل شيء كانوا بنادورة أخضر وزرع أبداً معروف سائل حديد اسمه سائل حديد نحن عنا وين ما تبحش بالحديد في ماي انتبه تبحش بطوصراد وبطاق ونزول بتطلع مالحة ضربة مية البحر نطوصراد كمين شمعون بوليفار كمين شمعون وطلوع ماي حلوة شو السر بس وين ما تبحش بالحديد في ماي وين ما بتبحش في ماي ومن الحديد تتمشوا تطلع على الأنطونية تطلع على الأنطونية ايه الأنطونية الحديد يعني الأنطونية الحديدي هي الأنطونية من الأنطونية نسبة للمعهد الأنطوني يعني هي مدرسته ستة وجدة بيبعبدة من شانيك يعني بعرف حدد لانك بطلع وبوتشاية ونيك ايه وبعبدة بريجيت عم بتغني عم بتقلع انت عم تعمل لها اغنية وغيرك بريجيت عندها صار موسيقتها موجودة وين ما كان اونلاين أغاني وعندها كمان حفلات الصيفية ايه عندها حفلات هون ايه من شي شهرين عملت حفلة انا وياه ورجيت حملت حفلة هي لوحدة عملت انا حفلة لوحدة اغلب الاحيان هي بتغني لوحدة امبارح كان عندها تور راحت على هيوستون تيك على بعدين على هيوستون تكساس عمل حفلة هونيك واجت هي أختها معني ليش أنا هيك بموريال؟ أنت أي سنة قررت أنا جيت سنة 88 كان بريجيت عمره 6 شهور جيت لهوني عم بتفتش على مستقبل أحسن لا في جيت فيزة عمل جيت عملت شيء بموريال عملت 12 حفلة عملت تورونتو أوتاوا وينزر كذا حفلة يعني كذا مرة وكان معي فرقة كاملة جبتوا معي من تحت كان مع موريس طويل قلت لك اللي عم يتجم والإلكا كان مع توني أبرز طبان وطعمتهم من هوني وكان مع طعمتهم من هوني بكمان جيت مصر قبضاي كتير وعلمتهم النغمة اللبناني يعني أكيد كله وعملت تور هلا أنا مع جريكات أمريكاني أنا رجعت جنست وكذا لمن شاب صاحبي طالع على السفارة اللي بجيب لك أبليكيشن تعبية قلت له جيب قلت له شو ما رأيت لي عبي عبيتها وقدمتها بالسفارة الكندية بأوتيل شيراتون هونيك مركزهم هنا قال لي شو بتشتغل قلت له جيت في شانتور فولكلوريك قال لي أنا بابي زوان دي شانتور مش بعايز لمطرب قلت له شو بدك ألف مهندس بتلاقي ألف حكيم بتلاقي بس تلاقي واحد موهوب من الله سرار نادر قال لي بزافير زوان
بس انا منين بدي اعرف انك انت معروف؟ قلت له هم موظفينك كلهم بيعرفون. قال لي نو بتجيب لي ابروف، بتجيب لي مجلات كاتب عنك. قلت له اوكي. قال لي بعد جمعه تعال. قلت له لا رايح على امريكا بعد شهر بيجي. قال لي اوكي. رحت وقت عملت حفله انا وراغب علامي ومادونا الله وجهها الخير وجهها الخير. بقوم المير تبع لوس انجلوس بيعطيني هيك وحده مكتوبه باحرف موف نافره بشرفها لوس انجلوس، يغني على مساحه المطرب اللبناني عبد الياغي بالانجليزي اكيد. جبتها وجبت مع القبس الكويتي والشبكه والنهار تعرف عندي مجمع انا خياتي كانوا يجمعون انا ما كنتش اهتم. شلت له اول وحده. قال لي جيم اكسيوز انا بعتذر منك. وكيف قال لي اوكي اكسبتي وتفهمي. قلت له الاولاد بلبنان. قال لي الاولاد معك هون كنا بنعمل لك فحص هون طبي وانتوكا راح اعطيك سايمه اربع مستشفيات وعملت وجينا جيت من 92 ل 97 هون بطبق ثلاث سنين. اخذوا معي شويه وقت لانه كنا ننزل ونطلع ننزل ونطلع وقدمنا على الجنسيه فحص 200 سؤال تاريخ وجغرافية كندا وكذا واسئله. وهود الاولاد بروحوا على عاتق الام مش على عاتق البي. لو كاميرات عدرست الان شوي بقوموا بكندا بكيبك هون بيطلبوا يستقلوا عن كندا ما هي ولايات مثل امريكا بيبعتوا ورانا تنقدم على الجنسيه. كانت مرتب مش درت شيء بس شو بتسمع علي انا عيط لبريت بابا سمعي لي كانت بيبي صغيره سمع لي اسئله وهيك بيعطوك اربع اجوبه فيهم واحد صح ما اعرف شو هو الصح يعني بس في ارقام مثلا سنه 1000 وكذا و1800 وكذا. نزلنا على الفحص انت لما تعتلي الشمال بعدك حد مني وبنقلك. نزلنا لقينا لك الصاله بتعيش 4000 وكرسي ايه وكرسي لا و30 قاضي قاعدين خمسه و25 عم يبروا مي طاولات ومرت بعيده عني مسافه شي فولز وزو شي 100 متر. قريت الاسئله انا وقفت هيك قلت لها قال لي اسيتوا قعدت قاضي عملها لمرتي انه مهوينين. خلصت وحده صينيه قبل مني تما كنش كذاب ورجعت خلصت انا. برجع بيسالوك اورال غير الاكري. هلا بالاورال انا دغري سالني عم تيجي فيليتاسيون خلص اجت لمرتي اهو بلشوا يسالوها وهي تعرق وهي انا واقف حد منها عم يطلع فيا انا مش لما تخافي ما تسالها عم تيجي تاع كندا كم ولد عندك؟ ليه مقدمه لاثنين مش مقدمه لثلاثه؟ قلت له ما هي خلقاني هون من فرد رجال لك الاسئله اللي بيسالوا لك اياهم خوتي جنت تلميذ اخويه يا عمي حشتحمره جاوبه اللي هو ايه هذا سيمون ماري هون شيء سالوه بيطلع فوق 12 او 13 سؤال وفي ستاسيون بتحس قد ما كنا معذبين لانه انا بيتي خط نار بالحدد يعني انا على بوليفار كان مش عمطي لبعيد عنه 50 متر والبنايه المعمره انا بالحدد مصلحها فوقه يمكن 20 مره وقت الورقتها وقت الخلطت وقت دهنتها ورجعت انضربت كل رصاص فيها واربجيات فيها ونرجع نصلح ونرجع تعاد الله هو هذا البيت بحبه كثير بقول ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر فقلت خضبت الكف بعد فراقنا فقالت معاذ الله ذلك مجرى ولكنني لما رأيتك نائيا بكيت دما حتى بللت به الثرى مسحت بأطراف البدان مدامعي فصار خضابا في اليدين كما ترى. خضاب يعني التلوينة يعني حني يعني جيت كنا أنا ما كنتش أعرف شو الخضاب أنا عم نتمشى مطرح بالله بلبنان حد بيتي يعني على طريق مانطانس بنمشيهم كل يوم شو الخضاب يا عمي شو الخضاب؟ قلت له يا خي حطوا لنا إياها بجملة مفيدة. خضبت الكف قلت له انضربت لا ما كنتش أعرف. طلعت على البيت عم بسألها لمرتي قلت له حطيها بجملة قلت له قلت لي خضاب يعني تلوينة قلت له معها تلوينة تلوينة ايه وبتسألني للأمانة ليش بحبك يا لبناني؟ بعشق روحك بعشق قلبك حتى حكيك ما له تاني وين ما تكون وين ما تروح حكيك عن وطنك ببوح كلماتك حلوة ودقيقة مثل اللي عم يسمع موسيقى محبوبه شو إنساني وبتسألني للأمانة ليش بحبك يا لبناني؟ ما عم بيوقف. خبرني عن أحلى حفلة. أحلى حفلة هلا أنا كل حفلاتي بأني يوم من قلبي شوف كيف ما وحدة حفلة ثلاث طبخة وحدة بقيت براسك وحدة صار فيها شيء وحدة صار فيها دموع وحدة كان فيها كمية بدومة ناس بدومة بدومة كل حفلة دومة كانوا يأثروا فيي كتير
مرة عم غني بدون ما بتطلع بنت صغيرة بنتين. وين بالإسكلابيو شو اسمه؟ لا لا بالملعب. الملعب. بالملعب. كومبلي الملعب. بيطلعوا بنتين وواحدة عمرها 10 سنين وواحدة عمرها شي 9 سنين أو 8 سنين. عمو عبدو أنا واقف بسرح عيلة كتير. قلت له نعم. قلت له واحدة بتغني لي خمرة الحب سكنيها. شو قالت التاني؟ اللي بان أنا بدي أنا في سكريني من خمر وعين. وقفت المغنى. قلت له لك هالطفلتين شو طلبوا؟ وإن بحبوه كتير هالأغنية أنا في سكريني من خمر وعين نفس الأسلوب تبع خمرة الحب سكنيها. بسطت كتير إنه هذا الجيل يعني إنه تصور أولاد أكيد هؤلاء بيون وأمهم أكيد بسمعونش إلى هيك إشياء. هذا المنية بلبنان لأنه الفن سقافة حضارة أخلاق تربية. مشان هيك أنا نزلت بالبرنامج تفرجيهم إنه الفن حضارة تنرفع اسم لبنان. العالم عم بيقولوا عم نشحد وتعتير. بحطوا بيشتروا الأزيفة خي حقها مليون دولار تيضرب واحد تاني يقتلوا بالعربية وبالطعمة بالطعمة ضيعتين بالسودان عم بيعبوا الجوع. كيف هي؟ للأسف للأسف عم بيحكي عن العرب ككل للأسف. ولهلا ما اختاروا حبة أسبروا العرب. يا عيب الشو علينا. عم جرب أعرضه على الحديث. خبرني غنيت باللبنان شو كل بتقول؟ كل مغنية باللبنان بتقول باللبناني مش بالعربي. نحن أنا بغني الفصحى بغني العامية بغنيت بلبنان بس أكثر ناس سميعة ولاد مغدوشي ولاد دوما. بتحب تغني باللبناني بالمصري بالفصحى؟ إذا شيء ضارب أنا ما بتفرق معي. أنا المهم أن توصل صوتك مزبوط. أهم شيء أنك توصل صوتك بطريقة يعني بلا المستمع منك. ليه بتحب مغدوشي؟ لأن هن أطلقوني هن 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 خلوني أعرف شو قيمة صوتي وهن علموني الأدود والمقامات والموشحات. هن كلهم أولى العطوة الياس خوري الله يرحمه فيليب خوري كان يدعود الياس خوري بيت الناشف مطربين مهمين كتير بعدين كلهم بيسمعوا. في كتاب بدك تعمله؟ هول الأغاني عندي صار بحدود الأربع سبيل. أنا جبت معك دفتر هم مكتوبين على إيد أنت بتقعد كتبوا بإيدي أنا كتبوا على إيد وبدك تطبعهم شي نهار تسيروا لكل الناس. مش نهار هلأ قريبا بيطبعوا قريبا إيه لأنه بدي أحتفظ فيهم بهمني. وين كنت تحب تروح تصور استوديو عن مين؟ ما بهمني كنت روح أكتر شيء عند جورج مرعي. جورج أكتر شيء استوديو بعلبة قديمة كنا تبع رومي أغلبيتهم باستوديو بعلبة سجلناه هون. والأعمال اللي عملناها بساعة وغنية كما سجلناها باستوديو بعلبة مع منصور وعاصي الله يرحمون. وين ما كان كمان في كمان بودي نعوم. بودي نعوم سجل عنده رحت عند كسير. الياس رحبين الله يرحمه بوقتها. لا الياس ما سجلت عنده بس الياس بعدها بعتقد من سجلت غنيتين من الحين وعنده هو بعتقد هو او سجلهم بس اللي بعلبك مش متذكر. خبرني اليوم انت باستوديو الفن كان لها رحبتها. ما كان في انترنت ما كان في يوتيوب ما كان في كل التفاصيل. كان كلنا من انا بتذكر كنت ولد استوديو الفن كان شغله. واز طورت الامور اليوم الكاميرات تطورت الضوء تطور الموسيقى تطورت صار ذا فويس. شو حسيت؟ شو الفرق؟ شو هلا انا بالاساس ما يعني انبسطت بالولاد. انا بحب الولد يغني مثلا كان واحد عم بغني عشقتك يا ليلى وانت صغيره وانا ابن سبع ما بلغت الثمانيه يقولون ليلى في العراق مريضه. ولد هيك عمره 7 سنين لا مرت لك شو عم بغني الولد؟ انه بيعرف قيمته انه بيعرف معناته انه في شويه ابيحيه يعني مهذبه يعني. انبسطت اصوات حلوه عم بغني مضبوط على الميله. انبسطت فيه بس من صار ذا فويس الكبار قلت له مرتبة تروح قلت شو؟ كيفك تروح عبدو ياغي؟ قلت له اذا عبدو ياغي ما انا في هذا الجيل كله بيعرفنيش شو فيها؟ ما انا ما بده يكون اول شيء بتحس عرفوا عليك؟ كانت إيه؟ كانت قرار كثير منيح لألك معلوم. اجاك حفلات من بعدها شو لك؟ اجاك تليفونات من بعدها اجاني كثير واجاني انتقاد كثير اخر همي. هلا انا ما بقطش انا على طول بتلفون انا الصيفيه بنزلش فيها بتقوم ايامي بلبنان. لا لا انا عبدو بيعبي مطرحه وبغني كلمه والعالم بتحبه وكل شيء بغني خاصة السميع اللي بيسمعوا كلمة. تعمل زجل؟ لا زجل لا بس قادر يكتب بيقدر يكتب زجل يعني بس ما بيعني لي شيء. انتبه حدك شغلة عن سر اللي بيقولوا زجل. أغلبية اللي بيكتبوا زجل بتحفظ لأن أكترية اللي بيقولوا زجل بيكتبوا زجل ما بيقدروا يعملوا أغنية نادرا يعني بحياتهم يمروا يا واحدة أو اثنين. بس شعر الأغنية غير كليا تلمون دي برون مختلف كليا. مثل لك الغنية عملها بيجي بتقوله عقد ما الله عطاني عمر رح حبك انا
وجه منور مثل البدر مضوى علي انا عقد ما الله عطاني عمر رح حبك انا 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 وجه منور مثل البدر مضوى علي انا لك ياه 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 شو بحبك انا ياه 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 اشتقت لك انا عقد ما الله عقد ما الله عطاني عمر. الختيارة بتقول لابن ابنها، الام لولدها، البي لبنته، هيك بدك هذا الكلام. هذا بيقول سهل الممتنع، اسلوب ابن المقفع. صرنا وليت مصلحة يعني، بنعرف بتعرف انا يؤكل الكتف بدي بقوله. هود اللي بيمشوا فيك تغني طرب، عندي كتير اشياء. رأيتك في منامي تعاني، او عندي واحدة بتقول اسمي الغريب ضيعت الكون الرهيب، بيتي دفع عيونك، مهنتي عيون مجنونك، مرتاح مرتاح ما بدي دليل ولا طبيب، ناطر زي زفونك يعقد زي زفونك، وزي زفون ما بيعقد. يا حبة اللولو سكنتي الوعد، وينك بين ميات الصدف؟ يا حضوة الصياد كسر مركب البحر وتقادير الصدف، ما هي صدف ضربت بإيد وعادت استلقت بإيد، تم الوعد على الرمل مع ضايع شريد بلا هدف، شفتك بإيدي مش حلم سكران، انت الحقيقة الناطرة من زمان، شديت ايدي عليك تما ضيعك ورخيت قلبي عليك تما وجعك، انت الالولى غريب طلعت يا روحي حبيب، منيح اللي موج البحر كسر مركبي وزتني على الرمل تتم النصيب. الله ملحن كله هيدا. الله الله بدي لك اليوم القعدة انا وياك هي لقلي علم ثقافة للجيل اللي من عمرنا واصغر منا اللي ما بيعرفك تا يعرفك، للي عم بينزع الموسيقى والموسيقى الغلط اللي عم بتصير وعم تطلع تيعرف الحقيقة والأساس، اللي ما كان سامع يسمع. حكينا موسيقى مزبوط، حكينا علم، حكينا تاريخ، حكينا ثقافة، حكينا أكثر من ساعة ونص. عبي أقعد معك بعد أكثر لأنه فيك طاقة رائعة رائعة. أنا بشكرك عن جديد كتير لأنك قبلت تقعد معي، ولأنك الشرف الشرف عن جد، لأنه هيك ارتحنا لبعضنا دغري. وعلى التليفون يا ريت تسجلنا التليفون سماء في وجوههم يا خي دغري بفي منك. هلا مش الياس كأنه بعرفه مثلك، مع انك انت ياس اول مره بشوفه خي لك، اللي عنده اللي عايش انسانيته كل الناس اختك. يعني انا بسمش اخلق بالصين واطلع صيخ او اخلق بوبوزه مع انه الانسان خي الانسان بطح من وجه فيها شيء هالدنيا، فيها انك تعامل خيك الانسان بانسانيتك كيف خي. وللأسف اتخبطيتك مثل انه بيشتروا شو اسمه أزيفة حقها شي مليون دولار تيضربوا بعربية قاعد بالعربية لك هربين، وهالأزيفة بالطعمة ثلاث أربع ضيعة بالسودان يا العرب. نعم كيف للأسف البعض أكيد مش كلهم أكيد 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 أكيد, أكيد مش كلهم، نحن مش عم نجمل. آخر مساج آخر مسج قبل ما نقلهم باي، شو حلمك شو طموحك وكيف بتشوف الاشياء لقدام؟ حلمي مش حلمي، بدي حقيقه انه تصير انه يحكموا كل اللي سرقوا لبنان. سرقوا البسمه، سرقوا المصريات، وسرقوا العتمه، وسرقوا النور، وسرقوا كل شيء. شو مستقبل اولادنا واولاد اولادنا؟ في اعرف؟ انتبه. هلا اقتصاد لبنان بده يوقف. الا ما تغير كل البنوك، انت اذا معك 10 دولار عندك ثقه انك تحطها ببنك لي بعد؟ كيف بدنا نحط؟ كيف بدنا ترجع الثقه؟ الا كل هذا التأم تشيله. كله هلا فيهم اوادم بس بده ينشال وتجيب جيل جديد عنده حس وطني واخلاق وتربيه صالحه، والا راح الوطن بكون ضيعان الاستقلال فينا، ضيعان الاستقلال فينا. رح اقول كلمه كثير قويه، الجزمه التركيه بتكون قليله علينا، حرام لبنان يصير فيها هيك من ورا الحراميه او المسؤولين، ناس مسؤولين. انا مش عم بجمل البعض منهم، البيئة تبعهم بتعرفهم كلهم، البيئة الحاضنة تبعهم كلهم بيعرفوا شو أصله، شو كان معه، شو كان معه. اللي كان عنده بسكليت، واللي كان عنده تروتينيه، واللي كان عنده فولكسفاجن، واللي كان عنده رونالد صغيرة. شو صار معه هلا؟ بيسألوا من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أيتها العائلة، العائلة. مربهم باسم خي وابنه وبنته وصهره وخاله وطططططططط. للأسف بتمنى إنه يرجع لبنان، وإن شاء الله يوعى الضمير بهالمسؤولين ونرتاح. هات ناكل تننسى، يلا تعال ننسى. الله يرحمك يا ملحي. حبيتك 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 حبيتك. تسلم. بينحب 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 على قويك. Until we meet again. مرة عندي حفلة ببلدون معي وليد توفيق ومعي عبد الكريم الشعار ومنى مرعشلي
وانا اخذ ميدالية ذهبية. مين بيطلع اول واحد؟ انا ما بطلع، انا ما بطلع، هذا راح بطلع اول واحد. الفنان عنده ثقة بحاله بيفرض حاله على المسرح. وهيك صار. انا طلعت وخلصت وقامت القيامة يصطفلوا. بس انا قدمت ضميري. واعطيت احساسي بشو عندي من فن واخلاق، لان فن اخلاق. انا بقول لهم بالله لبرجيت بيع المسرح اوعى تضرب بظهرك للناس. مضطرة تحكي مع مسيب تحكي معه هيك او هيك، اوعى تضرب وبعيونك تقشع الكل. مين ما في اجمل زلم قداميك انت الملكة. برات شغلك اعجبي بحدا، لا تشي انا. ملكات الجمال، انا الملك على المسرح. انا بدي اكون الملك، انا بدي الفت النظر. وبدي احترم الناس. اهم شيء ما تبرم ظهرك ناس وتعرف. لكل فنان بلتقى فيه بالطياره اللي بيسلع عينات شمس وكاسكيت مفكر حاله ألان دلون. روق روق عم بروق بكل عمره بعده روق على الارض. روق عن جد روق. خيي اللي ما تاخذني عم بقول لك صار عمري انا بوي 50 6 شباط. لكن ثاني شباط اذار نيسان ايار صار عمري تقريبا صار استزمات 43 اشهر بقى. الحمد لله بعد كم حفلة عملت بحياتك؟ نعم كم حفلة عملت بحياتك؟ اوه ما عديتهم؟ ما كتبتهم؟ ما في عدهم ما بعرف. ما في شهر كان يعني هلا على كاميرا ما بيمر شهر ما بعمل حفلة اثنين ثلاث امرار. بس هلا بالصيف عند بنص الجمعة وعند نهار السبت. شي مرة وعيت الصبح وقلت تعبان كثير مش قادر بتصير؟ بس لا بتصير انه ليك امرار بزور على حالي. بس شو بعمل؟ بس امرار بس انا عندي حفلة بغنى فيها 6 ساعات ما بياخذ حفل نهار احد بياخذ جمعة البعد منها دغري يعني بلتع. بده صوت 3 ايام تيرتع بكون مغنى مزورة بحاله يعني عم تغني 6 ساعات 8 ساعات انتبه. وانا مغنية صعب يعني انا بقول موال من قلبي ما في بدي اقول القرار بدي اقول الجواب وجواب الجواب ما في. جاءت معذبتي وعيرتني بالشايب ويوراها بالدائر وكل المليحة وابعت لي جواب كلهم فيهم شغل. شي مرة وعيته ما كان في صوت؟ ايه جربت ايه بفقد وجودي بحس انا متت خلص انا ميت بحس انه راح صوتي. كيف كان عنتر كان قويته بشعره عنتر مش عنتر يمكن لا مش عنتر مش عنتر شو اسمه يلا هو شو لا مش شو اوبس شو اسمه لك يلا هو عبد الفن. الفن الفنان مش فن رسالة مش رسالة مش مهم واحد يكون بس صوته حلو بدك تكون مسقف بدك تكون فهمان اكيد سقف مهم تحكي مع الناس بدك تكون مربى في تربية بيتية. فيش تربية بيتية بتخدها انتو الناس ما بتقلع ما بتكفي يعني انا لهلا بعد عم يطلبوني ليش عم يطلبوني؟ في شباب احلى مني واصغر مني واوسم مني بالوسامة وبكل شيء بس لانه بيعرفوا بيحترموا بيحترم الناس بغني من قلبي غني من قلبي. شو مرة غنيت بالفرنساوي؟ لا ما. عندي بحافظ هيك شوية شو غادوي جو بونس ا توا اي مون كور دونس دو جوا جو تيم تيم بريجيت بتغني اسم الله بغني كل شيء بريجيت. طيب عندي بنت الثانية جيسيكا اللي فاتت من اجمل الاصوات بس ما بتغني جبانة ما بتغني. طيب بنقول لهم باي تنلتقى باجتماع ثاني وبانترفيو ثاني ان شاء الله بنلتقى باستراليا السنة هاي باذن الله ردي. ان شاء الله ان شاء الله تكون انت هونيك. بدنا نشوف بعتقد انا بين 20 اول 20 تاني حكون هونيك. دون انت شو عندك هونيك باستراليا؟ بروح شوف النجاحات وهاللبنانيه وهالعالم وهالاشياء الطيبه هونيك. مش مضطر تحكي انجليزي هونيك ابدا. هن نسوا انا رايح 6 مرات على استراليا هالمره بصيروا انا 6 وبصير انا وياك كيد. انا في عندي خيله لمرتي ابو درويس الفرخ كان مسؤول عن الرعيه هونيك مجنس استراليا خيله بالكاثوليك.